بيرفعها في وسط المنطقة. هجمة لم تصل لأي شيء. ضغط كبير. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. الله على الفداية من المدافع. شف اعتراض الكرة الماضية. جيلسون مارتينز، فريدي غوارين، فيليبي كوتينيو. كرة ممتازة في المساحة. مارتينيز. عرضية لا تغير من وضع المباراة. إيمانويل. تحرك ممتاز في هذه الكرة من ألبا. يضرب الآن. فرصة التعادل بالضيع. كرة تخطئ المرمى. شوف المجهود في اللقطة الماضية. كادوا أن يصلوا وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. كوتينيو. يقطع لعمق الملعب. مارتينيز. فيدال. كرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. تنفيذ أنطوان كيزمان. التعادل من جديد. أي ندية وأي إثارة. كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة. شوف التكافؤ حتى الآن. كريم بنزيما. كرة متاحة للتسجيل. تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم. ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. كريسمان يتقدم بالكرة. وسام بن يدر. كريم بنزيما. نيمار. وسام بن يدر. كريم بنزيما. تصويبة من كريم بنزيما. حارس يتألق ويبعد الكرة. ضربة ركنية قد تفتح الطريق لتسجيل هدف بالتأكيد. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء. فرصة للعب كرة بعرض الملعب. دفاع قوي جدا يبعد الخطورة عن منطقة فريقه. أنطوان كريزمان. وسام بن يدر. كرة خطيرة لبنزيما. ضاعت فرصة توسيع الفارق. كم ممكن يريح الكثير؟ كم ممكن يستغل هذه اللقطة؟ شوف الموقف، كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة، لكن ضاعت في النهاية. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. كريزمان. ليونيل ميسي. وسام بن يدر. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. أنطوان كرة بينية جميلة من كريزمان. ألكساندرو بيشتت الكرة. كرة التعادل. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. أرتورو فيدال. فريدي غوارين. بيعدي فيها كريزمان بشكل جميل. جميل الكرة البينية. الله على النظرة. تعادل يأتي يعيد المباراة للبداية. مباراة بتنافس عالي. تقارب في المستوى. نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا. والكرة تعود إلى نقطة البداية. تسديدة ممتازة للتقدم. بكل أريحية وصلت الكرة إلى كورتوا بدون أي خطورة. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. تدخل ذكي واحتراف الكرة. فيليبي كوتينيو. جوردي ألبا. كوتينيو. فريدي غوارين. تبادل التمريرات أمام المرمى. كريزمان بيشوت. بوتي. نيمار. ليونيل ميسي. الحكم يحتسب تسلل في كرة مثيرة للجدل. جيلسون مارتينز. أرتورو فيدال.
حكم اللقاء يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. أوه، الحكم يشير إلى ضربة جزاء. حولها في المرمى بنجاح، الله على التنفيذ. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. الحكم الآن عندنا 45 دقيقة حاسمة لختام هذه البطولة الصعبة، بطولة دوري 48 ساعة. ليو ميسي، الكرة باتجاه المرمى، محاولة في هذه اللحظات لتعديل النتيجة من الضربة الركنية. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. دانيال كارفخال، تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة. الله على المرور، شوف الكرة، يا سلام على الفن في هذه اللقطة. كريم بنزيما، ليونيل ميسي، كريم بنزيما، جارث بيل، مستحيل الكرة، كرة بترتد من القائم. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، فرصة لوضع الكرة في الشباك، تصدي قوي. يا سلام على التمريرات، كريزمان، ولعب الشوت، اوهو على التصدي ورشاقة. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية. بيرفعها في وسط المنطقة، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. نيمار، دانيال كارفخال، جاريث بيل، إيمانويل بوتي، كرة بينية فيها خطورة الآن. تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن، لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء. دانيال كارفخال، فريدي غوارين، مارتينيز، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. ليونيل ميسي، كريم بنزيما، عمل جيد في قطع الكرة. نيمار، كرة عرضية باتجاه ميسي، كرة في القائم. يا رب، كانت فرصة كبيرة للتقدم في النتيجة، لكن العارضة ترفض هذا الهدف. هدف التقدم كان قريب جدا من الفريق. نيمار، ليو ميسي، يا الله، المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. نيمار بيرسل الكرة في 18، كرة بتبعد من فاران،
الاختيار. جاريث بيل بيجرب، يا سلام على اللقطة، على التسويبة، لعبها صح بكل دقة بكل قوة، مرت الكرة، عدت الكرة، ضاعت الفرصة. فيليب كوتينيو، تشتيت من حارس المرمى، بيخلص الكرة، يبعد الخطورة عن المرمى، كرة بتضرب الخط الخلفي، حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز من مسافة قريبة، كان ممكن تحرك الشباك، لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة. ليونيل ميسي، وسام بن يدر، جاريث بيل، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كرة تبحث عن كوتينيو، كوتينيو بمبدأ الأمان، خلص المدافع، ركلة زاوية، ضربة ركلية، رافائيل فاران، ضربة راسية قوية، حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل، ليونيل ميسي. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. أنطوان غريزمان، إيمانويل، جاريث بيل بيلعب لكرة بينية، وسام بن يدر، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة، كريم بنزيما، ليونيل ميسي، جميل الكرة البينية من بنزيما، تصويبة من جاريث بيل، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة، لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. يعود للخلف للحصول على الكرة، نيمار، ديفيد فيا، مستحيل، الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم، الله على النهاية، على الأسلوب. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب، رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. اللعب يستأنف الآن من وسط الملعب في مباراة حقيقة حضرت فيها العديد من الأهداف حتى اللحظة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، لم تأتي بأي جديد في الملعب. فيليبي كوتينيو، تصويبة باتجاه المرمى، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة من هذا اللقاء. بوتي، انتقل إيمانويل بوتي إلى أرسنال ليلتحق بمدربه السابق أرسن فينجر. بوتي في الكانرز كون شراكة في وسط الملعب مع باتريك فييرا، صراحة كانت شراكة ناجحة جدا، ونجح في الأرسنال في 98 في التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكاس في إنجاز كبير ما زالت تتذكر جماهير الكانرز. تنقل الكرة بشكل ممتاز في الدقائق الأخيرة، فرصة أخيرة للتعادل الآن. أرتورو فيدال، تسديدة من كريزمان، دانيال كارفخال يفرض أسلوبه، يفرض طريق بفوز الفريق اليوم، يتأهل في